السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات، حلقة جديدة من سلسلة 3 دقائق. في هذه الوصفة غادي نحتاجو أول شيء 350 غرام من السميد الرقيق أو السميد الناعم، هنحتاجو 200 ملل من زيت نباتية. هنخلط المكونات كاملة، من بعد نضيف 200 غرام من السكر أو نصف زلافة من السكر، وزلافة معمراش ديال الزيت، وزلافة عامرة ديال السميدة الرقيقة. غنزيدو زلافة أخرى ديال الكاوكاو محمص محمر ومطحون، كنضيفو وكنخلطو كلشي مزيان. من بعد كنضيفو معلقة صغيرة ديال الفاني بودرة الا ما كانش نديرو سكر الفانيليا او فانيليا سائله. من بعد نديرو كيس من الخميره الكيميائيه او خميره ديال الحلوه، نخلطو مزيان. من بعد كنضيف 5 ديال البيضات او 4 البيضات كبار يكونوا في حجم كبير، نضربهم مزيان نضيفهم ونحرك الخليط جيدا. سهلة سريعة التحضير لكن لذيذة. نتأكد بأنه ما بقات حتى شي كريات، نخلط جيدا. صينية القياس ديالها 30 × 40 سنتيمتر مستطيل، درت إطار في الجوانب، درت ورق زبدة باش يسهل عليا نقطعها من بعد، وكنسرح الخليط. كتلاحظوا القوام ديالو خفيف، كنبسطها بهذا الشكل وكنطيبها في الفرن. يكون مسخن على 180 درجة مدة 25 دقيقة. إذا كان كهربائي نشعلوه من الفوق لتحت، إذا كان غازي فقط العافية من تحت. من بعد عنا نهبطوها تحمر شوية من الفوق، من بعد كنقسمها وكنسقيها بالشراب أو القطر. هنحط لكم رابط الفيديو اللي اللي بغى يشوف الوصفة تحضير القطر أو الشراب. كنسقيها اما القطر يكون سخون وهي باردة، او لا هي سخونة القطر بارد، نخليها تتشرب مزيان. الى باتت كان افضل، او لا نخليها غير ساعة تتشرب مزيان. زينها بالطريقة او باي شكل بغيتو، ايضا تقطيع قطوها على حسب الرغبة. المهم كتجي رائعة، جربوها لذيذة جدا. انوريكم القوام ديالها من الداخل. رائعة، كتستحق التجربة. استخدموا اي قالب او مول بغيتو، الا اذا كان قالب اصغر غادي تحصلوا على حجم اعلى ديال الحلوى. وبالهناء والشفاء، بالصحة والراحة. كنشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله، في انتظار حلقة اخرى ان شاء الله من سلسلة 3 دقائق.